This tag team match is underway. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم سلمان أوري فلير في فيديو جديد من Money in the Bank 2013 ريكاب. طبعا هذا بري شو أو افتتاح Money in the Bank. كان افتتاح بين أو مباراة بين The Shield و The Uso Brothers. طبعا أنا عادة ما أغطي هذا الشيء, ما أغطي البري شوز, وأصلا ما أتابع البري شوز أبدا, بس طبعا لانه ذا شيلد موجودين فقلت لازم اشوف المباريات. يعني انا ما قد تابعت ولا بري شو, بس هذا اول بري شو تابعه, والصراحه كان يعني بري شو الصراحه خيالي. ذا شيلد واوسو برادرز الصراحه كانوا يعني مره 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 ممتازين. الجماهير يعني كانوا مره متحمسين مع الفريقين, يعني مع كل شيء, يعني كانت متعه والناس كانوا يصرخون This is awesome. وأنا كنت يعني مرة مستانس لأني الحمد لله أني ما فوت البري شو وشفتها مباشرة. هذه تقريبا هذه أول مرة أتابع PPV مباشر من فترة طويلة, يعني لأن صار لي فترة طويلة دائما أشوفها إعادة ما أشوفها مباشر لأن الوقت يكون متأخر, وأول كان عند دراسة وكذا, فدائما في الصيف يعني أتابع PPVs والعروض مباشرة. المهم الصراحة يعني أنا مرة استأنست على هذا الماتش. هذا من الماتشز اللي كانوا يعني أمتعوني مقارنة بالماتشز زي مثلا جون سينا ومارك هنري, كان مرة فاشل المباراة. برضو مباراة جيريكو ورايباك, لأنه رايباك يطفشني فما عجبتني المباراة مع أنه ما قصر جيريكو. أنهم أتمنى تعطوني رأيكم في الكومنت سيكشن عن هذول الاثنين. الحمد لله انه ذا شيلد فاز, وما ادري ليش انا حسيت انه اوسو برادرز راح يفوزون, ما ادري ليش كذا كان عندي احساس يوم ثبت سيت رولينز, بس ان اشترو فازوا. انا ما ابغى ذا شيلد يعني يخسرون من اي فريق, من يعني احس انهم هم يستحقون اكثر من كذا, لان مقارنه بذا اوسو برادرز ذا شيلد احسن منهم كثير. مع ان انا من الناس اللي يحبون The Uso Brothers, اشوف انا شيء جديد, وخاصة انهم يعني ما هم جديدين, هم نفسهم The Uso Brothers ما هم جديدين على WWE او على الرسلينج بشكل عام والمصارعة, لان ابوهم ريكيشي, فريكيشي معروف. المهم The Uso Brothers يعني تاك تيم, هم فيس تاك تيم, يعني هم الكيف هم الكويسين او الاشخاص الكويسين اللي في السيناريو. انا ابغى شيء زي كذا, لان لو تلاحظون اغلب التاك تيمز تراهم كلهم هيلز, زي ذا شيلد, زي المكسيكيين هذوليك الكولونز اتوقع اسمهم, ما ادري اسمهم, برايم تايم بلايرز, كلهم هيلز يعني لو تلاحظون, ما عدا شو اسمه سويت تي وبرودس كلي هم الفيسز. المهم صراحة أنا أبغاهم يستمروا على هذا الشيء, أبغاهم يعني يكونون تاك تيم تشامبيونز لفترة طويلة إلين ما يعني يصير بينهم هذول الثلاثة اللي هم دين أمبروز أو ذا شيلد, يعني يصير بينهم تفكك ويصير بينهم سيناريو. مع أن أنا ما ودي يصير السيناريو بينهم يعني, أو يصير تفكك بين الفريق اللي فريق ذا شيلد, ما أبغى يصير بينهم تفكك يعني قريب, أو أبغى يعني أبغى على الأقل يعني السنة الجاية أو رسلمانيا 30 يكون مثلا التريبل ثريت ماتش بين دين أمبروز سيث رولينز ورومان رينز, يعني على الأقل إنهم إذا 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 بيخلون يكون بينهم ستوري لاين يخلونه في راسلمانيا, ما يخلونه في PPV عادي. أنا هذا وجهة نظري. أتمنى تعطوني رأيكم عن هذا الماتش, للناس اللي شافوه والناس اللي ما شافوه أتمنى تتابعوا, إن الماتش كان مرة حماسي, خاصة يوم سووا السوبر بلكس, يوم كلهم الأربعة شالوا بعض وطاحوا تهزت الأرض من قوة الطيحة. المهم كان معكم أبو سلمان, أشوف الفيديو جاي ومع السلامة.